اهلا وسهلا ميدا، اهلا وسهلا حبيبي. معقول معقول تجي هيك وترجع بهالبساطه بهالسهوله؟ ولو حكمت ولو طالما صرنا فيها يعني. هلا بس بدي احكي لك كم حاجه قبل ما تحكي. اول شيء بدي اياكي ارجعي 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 اني هبلة صعبة. لا عم بحكي عن جد يا احمد. شو حاسي مثلا؟ دختي دارت فيك الغرفة؟ لا لا. طيب اوكي غمضي عيونك. الله يغمضنا عيونك. ريلاكس غمضي عيونك. هلا قولي لي انت شو حاسي؟ حاسي اني مثل عيان. لا دار فيك الغرفة، بلشت تشوفي أشياء، بلشت ما تتوازني. لا أوكي صح معلش. وريحك أوكي عادي كثير عادي. هلا رحي إيدك لفوق، حطي. شو قصتك أنت؟ مساويني حقل تجارب أنا؟ لك شو قصتك؟ لك ذوق عدمك مروان، ذوق عيب. لا حكمت. لا أنت ليش عصبتي؟ لأنه اللي بتسويه بيعصب. مو صح عصبيتك هي الدليل على أنك إنسانة مجنونة. أكثر مجنونة. لا حكمت. لا تفوزي شوي زيادة بس. بدي أعصابك لازم تكون لازم أعصابك تكون باردة شوي. باردة شلون؟ ما أنت اللي بتسوي بدوب جبل ثلج. لا حلك شغلي حكمت. وقت بتتكرس العصبية بنفوس البشر وتتوالى من جيل لجيل، بتتكرس وبتتحول مع الأيام لتصبح نزعة للشر، نزعة للعدوانية، نزعة لتكون نواة شيء كثير خطير بهذا المجتمع. هي النزعة بتشكل الخلية الفاسدة بالمجتمع. هي العصبية هي أخطر شيء بمجتمعنا حكمت. ما لازم أبدا يكون الإنسان عصبي حكمت. فهمت علي كيف؟ لأن وقت بتكبر وبتتشعب وبتاخذ أشكال، بتاخذ أشكال غير متوازنة في بعض أو بالأحرى في أغلب النفوس. فهمت علي حكمت؟ مروان أنت ليش عم تقلي كل هالحكي؟ لا أبداً، عادي كتير صح لك. لأن أنا بحكم العادي صرت أنا حابب لك إنه حابب تطمن على شخصيتي. ما صح؟ يمكن صح يمكن. وما في طريقة تانية غير إنك تعتبرني مريضة نفسياً؟ صح. لا مو صح أنا مو بعرف. يمكن صرت من كتر ما احتكيت المرضى صرت خاف ما بعرف. صرت خاف. لازم أطمن على الإنسان اللي بدي احتك معه. لازم أشوفه، لازم أعرف، لازم تطمن على شريكة حياتك. ما صح كتير صح. أنا لازم أطمن على الإنسان اللي أنا بدي أشاركها. صح بس أنا بعرف إن في بعض الأحيان بيكون الدكتور النفسي مو معي بحد ذاته بحاجة لعلاج. ما هيك؟ صح مشان هيك أخذت حبة الدواء. حبة مهدئ وحدة بس. أنا أخذت. قد إيه صار لك عم تاخذ حبة المهدئ؟ سنة ونص يمكن. أنا سنة ونص باخذ حبة. مروان مدد رجليك، خي راسك، غمض عيونك واحكي لي عن طفولتك. احكي لي عن أبوك وأمك. حدا كان يضايقك منهم؟ بابا كان ياخذني على غرفة لفوق، كان يربطني، كان يطالعني لفوق وفي فيران، وفي إذا كنت خانق كانت ماما بالحبل. مرة الماما بالحبل ما بعرف. لا ما بعرف ليش. علمتك بالمدرسة؟ كان بالمسطرة كل يوم الصباح. هدوء وراحة. ممنوع أي بني آدم يدخل لعنده. إيه ومن بكرة بتدوري له على طبيب نفسي يشرف على علاجه. إيه